اهلا بيكم. حلقتنا النهارده بتكمل سلسله الصحه الجنسيه للرجل، وحلقه طبعا بتهم كل الرجاله اكتر من الستات. بس المعرفه حلوه انك تعرفي الناس الثانيه بتعاني من ايه وعندهم ايه، دي حاجه في مصلحتك على فكره. ولو اي حد جات قدامه الحاله دي اكيد هيكون عارف ايه هو ويعرف يوجه بشكل افضل، وده دورنا كصيادله ودورنا ان احنا نوعي المجتمع بشكل افضل. لو انت بتتفرج عليا عشان انت شفت العنوان، فانا خليني اسالك، هل عندك الم في الخصيه بيكون في الجنب الشمال اكتر؟ هل لاحظت ان في خصيه حجمها مختلف شويه عن الثانيه؟ هل بتحس بتقل وحاجه بتشد الخصيه لتحت وانت واقف؟ هل لا قدر الله عندك مشكله في الخلفه بقالك كتير متجوز وما بتخلفش وانت عايز تخلف؟ هل عندك ضعف في انتاج الحيوانات المنويه؟ هل عندك ورم او حسيت ان في كتله او كلكعه كده في كيس الصفن، لو لمستها او لمست حاجه كده بتحس بكلكعه وبتحس بالم لما بتقف شويه او بتبذل مجهود؟ بتحس بالم في الخصيه؟ لو عندك اي عرض من الاعراض اللي انا قلت عليها دي، يبقى احتمال كبير جدا ان يبقى عندك دوالي في الخصيه، وهي السبب في كل الكلام ده. والنهارده في موضوعنا ده هنفهم اكتر عن الاعراض دي والاسباب، وان شاء الله نتكلم اكتر لو في علاج او لا. انا عمرو ابو بكر وانت بتتفرج على من جوه الصيدليه، ومن غير كلام كتير يلا بينا نبدا. ولان اكيد دعمكم بيفرق، فكل دوسه على اي زرار سواء كانت لايك او انك تعمل شير لمحتوى الفيديو ده مع اي حد ممكن يستفيد منه، ده بيدعمنا جدا جدا جدا. في صندوق الوصف كمان هتلاقوا لينك لصفحه الفيسبوك والانستغرام علشان نبقى على تواصل دايما مع بعض ويوصل لكم كل جديد. ادخل اعمل لايك واعمل انفايت لكل اصحابك وحبايبك ان هم يبقوا معانا. شكرا ليكم من كل قلبي على دعمكم. عمرو ابو بكر. سبحان الله، لو جينا بصينا على التركيب بتاع الخصيه هنلاقيها موجوده بره جسم الانسان. طب انت ما سالتش نفسك، يعني انا كل الحاجات موجوده جوه، اشمعنى الخصيتين بس هما اللي موجودين بره؟ هتلاقي ان هو سبحان الله الخصيه ما بتشتغلش الا في درجه حراره تقريبا لا تتعدى ال 35 درجه، في حال ان درجه حراره الجسم جوه بتبقى 37، فهي لازم تبقى بدرجه حراره اقل من الجسم. فربنا خلقها لك بره الجسم ومحوطها بكيس من بره وخلق لها تكييف ذاتي. والله هو لو جيت شفت شكله هو بالظبط شبه التكييفات بتاعه دلوقتي، او شبه التكييفات اللي احنا بنستخدمها. درجه الحراره لو زادت بتاثر في الخصيه للحد اللي ممكن ما يكونش اصلا في انتاج، علشان كده نظام التكييف ده موجود. نظام التكييف ده هو عباره عن ايه؟ هو عباره عن كيس الصفن اللي بره والاورده الدمويه، والاورده الكتير الدمويه اللي حوالين الخصيه معموله بشكل كبير ان هي تمد المنطقه دي بدم جديد، فالدم يتغير. دم بيديك غذاء واكسجين للخصيه. ليه محتاجاه؟ عشان تنتج الحيوانات المنويه، لان هو ده محتاج طاقه كبيره جدا، فلازم يجيله دم كتير جدا. ومن ناحيه الدم اللي بيتغير كل شويه ده بيجيب دم ابرد ياخد الدم التاني وهكذا، بالتالي الخصية تبدأ على طول أبرد من أي حاجة تانية. الدم لما بيجي وهو راجع تاني، الأوردة دي الصمام بتاعها بيحصل فيه مشكلة، فيبدأ يتجمع فيه شوية دم، يبدأ يحصل احتقان. الاحتقان ده بيبدأ مجمع شوية دم ويبدأ يخليه يتفرع، يحصل فيه ألم ويبدأ يحصل فيه تفرع في الأوردة دي، يبدأ يتجمع فيها دم. هو ده اللي احنا بنقول عليه الدوالي. يعني الدوالي دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن أوردة فيها دم محتقن وكبرت وتوسعت نتيجة ضغط الدم فيها. فانا كده لو حصل خلل في الأوردة دي بقى عندي خلل في ايه؟ بقى عندي خلل في نظام التغذية، وعندي خلل في نظام التبريد للخصية، فدرجة الحرارة بدأت ترتفع، بدأ يحصل ألم، احتقان، ورم، انكماش، وحتى ممكن يعمل ضمور في الخصية وتموت كل الحيوانات المنوية ويختفي نسلك من على الأرض. الدوالي بتيجي أكتر للشباب من سن 15 لسن 25 سنة، يمكن عشان الفترة دي بتكون الخصيتين في دور التطور والإنتاج، فبتحتاج دم وطاقة كبيرة جدا، فدم كتير بيجي فممكن يحصل خلل. ممكن 80% من حالات الدوالي بتحصل في الخصية الشمال، يعني أنت هتبدأ تحس بالألم في الخصية الشمال في الأول، ودي علامة يا مارد. ولما بتيجي سبحان الله بتشوف حالات العقم، لما تيجي تحلل حالات العقم وصعوبة الخلفة تلاقي ان 30% من حالات عدم الخلفة كان ليها علاقة بالدوالي. يبقى انت اكيد دلوقتي بتسأل نفسك، طيب يا باشمهندس يا دكتور يا حبيب قلب، ايه سبب البلاوي دي كلها؟ للأسف مفيش سبب معروف كان ممكن اقوله لك، او ممكن اقول لك ان هو ده السبب الرئيسي، لكن خلينا نقول ان بالممارسة والناس بالدراسة شافوا ان في اكتر من سبب ممكن يكون هو مسبب لضعف الاوردة دي. ممكن يكون نقص فيتامين سي مثلا، نقص فيتامين د اللي له علاقة كبيرة جدا بالدوالي،
درجة الحرارة العالية لما تقعد في مكان حر لفترة طويلة خصوصا من تلابس حاجة ضيقة، القعدة او الوقوف لفترات طويلة ممكن تسبب دوالي وتسبب ام الدوالي، كمان الخبطة الناس اللي في خناقات والناس بتهرج مع بعض ويروح خبطك فدي ممكن تكون سبب اساسي من اسباب الدوالي، كل الحاجات دي ممكن تبقى سبب، بس ايه بالظبط السبب الاساسي؟ الله اعلم. طيب خلينا نقول لو انت عندك عرض من الاعراض دي فاحنا ممكن نحافظ على نفسنا بالروشتة اللي احنا ممكن ناخدها دي. انا دلوقتي مش بتكلم ابدا على علاج الدوالي، بس انا بتكلم هنا انت ازاي تحمي نفسك لو هو الموضوع كان في اوله. فاول الموضوع لازم تاخد حاجه زي سيبروبي 500 ملي جرام حبه مرتين في اليوم، اللي هو السيبروفلوكساسين، ده مضاد حيوي. لازم ناخد حاجه زي الدافلون 500 ملي جرام حبة مرتين في اليوم لمدة 10 أيام، وده بيكون دوره ان هو بيقوي الاوردة الدموية عشان ما يحصل لهاش توسع وعشان ما يحصل لهاش خلل. لازم ناخد حاجة مضادة للالتهاب زي اما ناخد فولترين 50 ملي جرام حبة كل 8 ساعات او ناخد بروفين 600 ملي جرام حبة كل 8 ساعات. لازم نحافظ على استهلاك 1 جرام او 1000 ملي جرام من جرعات فيتامين سي بشكل وقائي كل يوم. ولو انت شاب او انت راجل او انت ما تعرفش انت عندك فيتامين دي ديفيشنسي ولا لا، او عندك نقص في فيتامين دال، فحضرتك لازم تاخد جرعات وقائية من فيتامين دال دي ضرورة ومش ممكن تتنازل عنها. بمعنى لازم تاخد فيتامين دال 10,000 ميلي جرام حبة كل يوم لمدة 5 أيام. لمدة قد ايه؟ لمدة 3 شهور. يعني انا هاخد 50,000 في الاسبوع لمدة 3 شهور. تاخدها بقى انت 50,000 في الاسبوع، تاخدها 10,000 مرة في اليوم لمدة 5 ايام، انت واللي تلاقيه، انت واللي يريحك. الحاجات دي هتقلل لك كتير جدا 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 من مشاكل لو انت عندك الم او انت عندك ورم دلوقتي، لكن مش هتودي الدوالي، لان الدوالي مادام هي بقت موجودة انت ممكن تمنع ان هي تكبر، لكن مش ممكن تشيلها الا اذا انت شلت اصلا الدوالي دي من مكانها. وبرضو لو كانت الحالة متأخرة فهيبقى التدخل الجراحي زي ما قلت هو الحل. ارجوكوا ما تهملوش في الموضوع، اولا لان العملية سهلة جدا، بعدها انت بتقعد في البيت ممكن يوم، تاني يوم بتنزل تمارس شغلك وحياتك طبيعي جدا 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 ومفيش فيها اي مضاعفات. لكن للأسف لو انت اهملت الموضوع كبرت دماغك ممكن الدوالي دي تسبب لا قدر الله ضمور في الخصية، الخصية نفسها تموت لان الدم ما بيروحش، الغذاء ما بتروحش، في مشكلة هناك، درجة الحرارة عالية، الخصية نفسها تلاقيها انكمشت جدا، حتى هتلاقي الخصية اليمين تلاقيها موجودة، الخصية الشمال تلاقيها انكمشت تماما. قبل ما اقفل احب اقول لكم تاني الروشتة، لو انت الموضوع في اوله او انت عندك الم دلوقتي او بتحس الم في الوقفة اطلع اكشف، مش قادر تكشف دلوقتي يبقى انت ممكن تاخد حاجات دلوقتي لحد لما تقدر تروح تكشف. زي ايه؟ تاخد مضاد حيوي زي سيبروفلوكساسين 500، تاخد بروفين 600، برضو ممكن تاخد الاثنين حبة مرتين في اليوم لمدة 5 أيام. لازم تحافظ على فيتامين سي 1000 مرة في اليوم، تحافظ على فيتامين دال 10,000 مرة في اليوم، وتاخد معاهم دافلون لمدة 10 أيام، وإن شاء الله تحسوا براحة. أشوفكم على خير في حلقة جديدة من جوه الصيدلية. كان معاكم عمرو بكر، يا رب الموضوع يكون سهل وبسطناه عليكم. أشوفكم على خير.